لا 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 استنوا، لا لا ايه، هي احلى حاجه في النهايه دي ان انا هخلص من علاء، اهم حاجه. وكمان بورسعيدية، بس له علاقة غريبة كده بالعفاريت، يعني شوية تلاقيه في حدائق الشيطان وشوية تلاقيه في أفراح إبليس، ورغم إنه سوري إلا إنك تحس إنه هو سي السيد. معانا ومعاكم سي السيد الدراما جمال سليمان. عليها كلها عفاريت وشياطين، وضيفتنا الليله دي باين انها معفرطه، وقبل ما تدخل لمجال الفن خدت لقب ملكه جمال مصر، واشتغلت على نفسها لحد ما بقت ساحره الجنوب. معانا الليله دي حريه.